هل الرجل الصالح موجود يا سيدتي؟ نعم، ألكم حاجة؟ نعم، لقد جئنا لمقابلته. اجلسا حتى أبلغه بمقدمكما. مرحبا بكما. لماذا تبكين أيتها المرأة؟ لقد مرض طفلنا الوحيد بمرض حار الأطباء في علاجه، وقد علمت بزهدك وصلاحك وعلمك، فقصدناك حتى نلتمس بعض البركة منك وتدعو لنا الله أن يشفيه. وسوف يكون لك هدية ثمينة. استغفر الله، فلا حاجة لنا بهديتكم، إنما الشافي هو الله وحده القادر على رفع البلاء عنكم. شكرا أيها الرجل الصالح، لقد وفقنا الله لدرس اليوم، فهل من سؤال؟ والله إن علمك الغزير قد فاض علينا حتى أصبحنا علماء نعرف الكثير والكثير. نعم، إن علمك وزهدك يتحدث عنهما الجميع، لقد قاربت منزلة الأنبياء. إنه فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. يا شيخنا، هل ستتخذ تلاميذ جددا؟ لقد علمتكم الكثير، والآن لا أخاف عليكم، الدنيا أمامكم لا تغرنكم، واطلبوا العلم حتى الموت، فما من أحد قال إني عالم حتى يرد عليه كل من حوله ممن لا تسمعون كلامهم فيقولوا أنت جاهل. سوف أستكمل رسالتي في تعليم غيركم، وعليكم بنشر العلم في الأرض. عن الرجل الصالح، إن علمه الغزير من عند رب العزة، وهو يتعبد بالليل ويعلم التلاميذ العلم بالنهار. لابد من وقفة. نعم، لابد أن نغير من أخلاق هذا الرجل الصالح حتى نفسدها. وكيف نحقق ذلك مع عابد عالم؟ أيها الغبي، أيها الغبي، لقد أخرجت آدم من الجنة، ولن ينجو مني أحد من البشر إلا من رحمه الله. لابد من خطة محكمة، فهذا الرجل الصالح لن يكون صيدا سهلا علينا. أنت محق في كلامك، لذلك لابد أن تكون فتنته في علمه وفقره. لماذا لا نقوم بإقناعه بأن يكون تاجراً بعد أن نزيد من مشكلاته التي يعاني منها كل يوم؟ سيدي، لابد أن نتكاتف جميعاً لتحقيق هدفنا مع هذا الرجل، فأنت الذي سوف تذهب إليه لتقديم النصيحة بعد أن نكون نحن قد فجرنا المشكلات في أسرتنا. لنبدأ تنفيذ الخطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا 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 تقل هذه الجمل، إنها تؤذيني.
أين الطعام يا أم؟ خذوا هذه الكسرات. يا رب نعيني الفقر والألم. من أين يأتي الرزق وزوجك مشغول في العبادة ليلا وتعليم الناس صباحا؟ لماذا لا تطلبين منه أن يعمل بعض الوقت ليوفر لأطفاله الطعام والشراب ويفعل ما يريد في باقي الوقت؟ حدث شيء أيتها الزوجة؟ يبدو عليك الإرهاق الشديد، فأنت قائم في الليل وفي النهار تعلم التلاميذ. أنا على هذه الحالة منذ سنوات طويلة. لماذا لا تعمل بعض الوقت لتحسين أحوالنا؟ اتق الله، ألم يكفينا رزقنا القليل؟ أنت تترك أطفالك جياعا وتقول لي اتق الله؟ أين أعمل لجلب المزيد من الرزق؟ الجميع في السوق يحترمونك ويقدرونك ويتمنون أن تعمل معهم لتمنحهم البركة، فلماذا إذن لا تصبح تاجرا تقترض بعض المال ثم ترده بعد ذلك حتى تصبح تاجرا كبيرا؟ نعم، سوف آخذ قسطا من الراحة لأذهب إلى السوق، ولكن لن أكرر ذلك أبدا. مرحبا بك أيها الرجل الصالح، هذه أول مرة تترك فيها تلاميذك صباحا. نعم، هذه المرة الأولى. هل يمكنني مساعدتك؟ أريد أن أعمل بالتجارة. أريد أن تعمل بالتجارة؟ نعم، يمكنني أن أعمل قليلا من الوقت ثم أعود لتعليم التلاميذ. خذ هذا المال يعينك في تجارتك أيها الرجل الصالح. تكفيني هذه الدراهم وسوف أردها إليك. أعطني أيها الرجل مما أعطاك الله. خذ. أعتذر لكم اليوم عن درس العلم. هذه هي المرة الأولى التي نحرم فيها من علمك أيها الرجل الصالح. أخشى أن يفوتني السوق غدا فسوف أحقق المزيد من المكاسب. كيف حالك أيها التاجر الذكي؟
مرحبا، من أنت يا رجل؟ أنا تاجر من بلاد بعيدة، حضرت لأشتري بعض البضائع من بلادكم، هل تساعدني؟ لا مانع من ذلك. سمعت عنك، لذلك فإنني سوف أتعامل معك فقط دون غيرك. أنت تطلب كميات كبيرة. نعم، وهذا يتطلب منك المزيد من الوقت والجهد، لذلك أرى أن تنام اليوم جيدا، لأنك ستقضي كل ساعات الغد في السوق، كما أنني لا أريد أن يشتري أي تاجر غدا، لتكون أنت التاجر الوحيد. أيها الرجل الصالح، لقد تركت العبادة والعلم من أجل المال والتجارة. نعم، لقد اشتريت كل شيء من السوق دون النظر لباقي زملائك من التجار. لقد ساعدناك بالأمس، واليوم أنت تقف أمامنا. ماذا تريدون مني؟ لقد كبرت تجارتي وكثرت أموالي. ابتعدوا، ابتعدوا عني. نجح الشيطان في هزيمة هذا الرجل العابد. قل الذي كان عابدا صالحا. معك حق، لقد انتزعه الشيطان من أعمال الخير حتى أنساه نفسه، وسوف نرى الكثير والكثير منه. لقد ترك العبادة وطرد تلاميذه ولم يعد ينصح الناس. مرحبا مرحبا، الطعام والشراب لسيد التجار. شكرا، شكرا لك أيها التاجر الذكي، لقد ربحت تجارتك الكثير. كيف دخلت يا رجل؟ إنني جائع يا سيدي. أخرج، أخرج من بيتي، لا طعام عندي. سوف أخرج، لم يبق في قلبك شيء من الإيمان، لقد انسلخت تماما. الآن قد اطمأن قلبي عليك. ماذا تقول؟ لقد أصبح لديك آلاف القطع الذهبية. هيا هيا نحتفل، فلا يمكن أن أصف لكم سعادة الانتصار. أخشى أن يعود. لن يعود، لقد ترك كل شيء واختار هذه الحياة الفانية. ماذا تريد أيها العجوز هذه اللحظة؟ إنني جائع ومريض. قل إنك تريد بعض هذا الطعام. دعني أتناول شيئا رحمك الله. خذوه بعيدا وعلى الطريق ألقوه. يا لك من جشع، تكفر بنعم الله عليك. أين إيمانك وصلاحك؟ أين ذهب؟ لقد تركت طريق الخير إلى الباطل، لقد كنت من قبل الأقرب للجنة، والآن كفرت بربك ونعمه. الويل لك، الويل لك. وهكذا تبدلت أحوال الرجل بسبب الطمع. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.
أيها المفجوع، لم تعطني مرة مما تأكل. أنت قاسي القلب، لا تعرف الرحمة. هل تقول شيئا؟ لا لا يا سيدي. ماذا حدث لك يا سيدي؟ الألم، الألم يمزق معدتي. اذهب اذهب واحضر الطبيب على الفور يا سيدي. أنقذني أيها الطبيب، إن معدتي تتمزق وقلبي يخفق. إن معدتك منتفخة وأمرك خطير. ألا يوجد علاج؟ إنني لا أريد أن أموت. لا يوجد إنسان قادر على منع الموت عن نفسه أو عن أقرب الناس إلى قلبه، ولكن علاجك يا سيدي أن تترك طعامك هذا وتأكل خبزا جافا وقليلا من الجوع. خذ نصف مالي وامنحني الدواء الشافي لحالتي، فكيف يكون لدي المال الكثير وأكلي من طعام الفقراء؟ إنها حكمة الله في عباده، فلا يدري كثير من البشر أين تكمن السعادة الحقيقية، ربما لا يشعر بها الكثير إلا بعد زوال طعمها. العبادة، السعادة. كنت أسمع يا سيدي منذ سنوات عن رجل صالح يعيش في هذه المدينة قبل أن أصل أنا، وكان المرضى الذين يحتار الأطباء معهم وفي علاجهم يذهبون إليه فيدعو الله أن يشفيهم، وكان الله يستجيب لدعوته، فقد كان رجلا طيبا. لماذا لا تبحث عنه وتذهب إليه؟ فلا دواء لك عندي. إنني أعرف هذا الرجل الصالح، ولكنني لا أستطيع أن أذهب إليه. لقد توعدتهم من قبل لأغوينهم أجمعين.